لازم جود كونتاكت. اوكي ايوه ايوه اوكي باي. هذا فور بري لوكيشن. اوكي هذا ما في يوز ذس. هذا تستر فور هذا وير معلوم وير كيبل. اه جوينج جوينج. اوكي ذس ان هاو ماتش ديستنس اسرع نقول نو سير اون لي ات بيل فولتج بس. اه هير في الارم تو الارم. اوكي فروم لوب اي ميك ايه ريست. ايوه خلاص ريست نو الارم ناو. اوكي اي ميك ريتيرن اكين 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 الارم سيستم. هذا السياره هاف بروبلم يعني. السياره نوت جود يعني كومبليت جود يعني. ريتيرن شوف ريتيرن. اكين اكين الارم ناو ريتيرن خلاص ريتيرن اكين. بعدين هذا كم اوبشن؟ 6 اوبشن. اوكي ذات سيت اوب نو يوز سيت سيت اب. اوكي هذا تيستنج سيم ميجا. اوكي ذات هذا بريك داون تيست. هذا بط ما في يوز ذس. هذا اوكي بعدين بيرنينج في كيبل في هاف هاف ريزيستنس ميك بيرنينج بعدين نو ريزيستنس ميك. بعدين اي ام يوز ذس بري لوكيشن بري لوكيشن بري بنتي. اوكي pinpointing then this body location I make here main cable how many 3 by 500. لا كم متر maybe range كم 500 like this. okay لا just بعدين مير arm I collection arm here. okay then start بعدين here testing I make body location I could على ارم. اوكي سيم سير اونلي 8 كيلو 8 كيلو فولت هذا بس. اوكي بيفور تو سير 32 نو اونلي 8 ميك هاي فولت نو يعني فروم تو 8 كيلو.
جيبه النير بيرد. اوكي استار بين نير از 80 متر 80 متر from this point 80 متر maybe that's last cable that's in the cable or maybe here also okay two damage la la only one but all maybe here or here but I make now I make a thing that make ribbon thing okay okay لازم سارة جراوند بتاعنا هناك ادم I choose this now okay acoustic okay 8 كيلو فولت هاي فولتج اون مش كبرين We are checking ثاني مرة for control before body location now testing you know okay. Make a pulse now I check by headphone This is straight. Short cable here. Yes, yes. Here, this one our cable. This one Alavi cable. ممكن حفرية هنا. ممكن مشكلة. شو هكذا وقف شو بس وقف عشان زي الصوت هذا قبل في شو ممكن يصير في شو तो हो जाता है ना तो एरिक नहीं होता है भाई जीसीबी से उठाया था सुता आ गया चालू भइला बस ट्रिक कर लगला असल ओकरा इसको लगला फिर टेस्ट भइला रिटर्न कर रहा है ना ना फीडर थोड़ी होजी से आवत है ना इधर होई के वाला चालू कर दो ना तो इसके ठीक हो जाता ना यार फीडर ना